في دوري الدرجة الأولى دوري يلو عزز القادسية اليوم. شوف القادسية مسوي نفس أفعال الهلال في دوري المحترفين، هذاك مسوي سطوة في دوري روشن وهذا مسوي سطوة في دوري يلو. لكن أحذر يا ويلكم قادسية أرامكو الموسم الجاي عندكم لاعب كبير، مش لاعب لا رقم كبير راح يطلع. عاد أرامكو شغلهم بالهادي، ها شغل حفارات شغل استكشافات، ها يعني قاعدين يستكشفون للقادسية مؤشرات خطيرة. شوف شوف متربع هذا إيش، وهذا شعارها وتونا ما بدينا، ها قادسية يشتغلون بروقان، لا في ضغط جماهيري كبير ولا في شغالين بهداوة، ما أخذينهم نادي مسوينا نموذج. اليوم القادسية عز الصدارة للدوري يلو بعد فوزه على الجبلين 3-0 في اللقاء اللي يقيم في حايل في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في الحايل ضمن أول أيام الجولة 24. القادسية وحضر التعادل في 3 مباريات سابقة، لكن هنا وصلت القادسية، فيتو فيتو فيتو، الله الله الله، هذا الأرجنتيني ممكن يكون فيها شيء وراي آخر في الكرة الماضية في خط المقدمة كما هي الأسماء في شطر المباراة الأول. هذا لوسيانو، هذا لوسيانو، هذا لوسيانو، الله الله الله، كيف في الكرة الماضية ماذا سيكون حاله؟ نعم لوسيانو ربما 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 يكون في الكرة الماضية في خط أو في التسلل في الكرة الماضية. كرة تتصوب الآن للقادسية، تتصوب، الله الله الله، لوسيانو فيتو، لوسيانو يسجل الهدف الثالث لبنو قادس في لحظة تبديل للجبلين. هنا القادسية تمريرة مميزة وجميلة، تصدي من يزيد أبو ليلى، المتابعة كانت من لوسيانو، من لوسيانو فيتو. يجي واحد يقول حين ذولي اللي تخوفنا فيهم، لا 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 لا، نهاية الموسم عندك تعاقدات. عجب نتائج مباريات اليوم، الفيصلي فاز على الكرية 5-2، القادسية فازت على الجبلين 3-0، العدالة مع الصفا 1-1، والترتيب القادسية الأول، العروبة الثاني، الخلود الثالث، الفيصلي الرابع، الجبلين الخامس، العربي السادس، والعدالة السابع، النجمة الثامن، والباطن التاسع، ربع ناصر الهويدي، والعاشر الجندل، الحادي عشر البكيرية، أحد الثاني عشر ربع محمد فودة، الثالث عشر جدة، الرابع عشر الصفا، العين الخامس عشر، القيسوم السادس عشر، هجر السابع عشر، والترجي الثامن عشر، والأخير بكرة في دوري يلو عندنا 3 مباريات، العين مع الخلود، العروبة مع القيسومة، والترجي مع هجر، ويوم الثلاثاء الجندل مع أحد، الباطن مع جدة، والعربي مع النجمة في ديربي ديربي عنيزة فاريس ونجم. شكرا سامي الحريري، شكرا لك. بس نقطة ما في، بس انتهينا على السريع. أنا أشوف في حملة تشويه سريع على كلاسيكو الآسيوي هلا والاتحاد، احنا قاعدين نشوف نقاط إيجابية، شفنا عبدالله المعيوف كيف يصفق له مدرجين، شفنا علي البليه كيف يذهب مدرج الاتحاد، سعود عبد الحميد لم يحتفل أمام مدرج الاتحادي، في نقاط إيجابية ليت نركز عليها حفاظا على قيمة النادي. شكرا لك عبدالله المسند، شكرا لك أبو سليمان، شكرا أبو بدر، أستاذ ناصر الهويدي يعطيك العافية أبو بدر، شكرا ابو بدر، شكرا عبد الله فلاته. تعليق سريع بس لما داري داري لسامي ربع ثاني، الحكم لما يظلم نفسه لما يطلع للفار وكوره شافه، انا صراحه يمكن شعرت بنقطه، الحكم النيكاراغوي ولا هو الامريكي اللي جاب له اللقطه في الفيديو، ما جاب له اللقطه السليمه، جاب له لقطه بعيده. طيب. بعدين دي التوليف والامريكي والنيكاراغوي، اتمنى يعني سبب يمكن الخلط بين الحكام، واتمنى من لجنه الحكام تتجنبها لاحقا. شكرا لك، غدا موعد اخر باذن الله، تمسوا على خير.